احنا ما انفضنا يدينا من الحوار، احنا نصعنا من الحوار. احنا اهل الرق واهل الصواب وميثاق الاحراطين وحركة إيران، انصعنا من الحوار بالرسالة اللي مشاتنا فطار، ولا وعدلتنا ذيك الرسالة من اين فات الناس جمعت في الوزارة الأولى أركان من النظام، والوزارة الأولى هي اللي أعطت ذاك القرار وأعطت ذاك الخيار وجبرت له السند من طرف قدر من الأركان، رغم أن بعض أركان النظام وبعض المقربين من الرئيس يبقوا لا شي مذاك ويبقي لا التهدئة التامة ما شاف سيفتها يا غير الأغلب يضرك ميزان قوارك مو في صالح. معناها عنا نحن ما مشينا من الحوار، غير ما مشينا منه، ما معنى هم اللي عنا نعودوا يسوع علينا يخسر والله يفشل. نحن داعين الله عنه يصلح إن شاء الله منه شيء. يا غير كيف قال سؤال الأخ الحوار، قلنا عنه حوار ما فيه القصر الاجتماعيين، الناس الحاملة القضايا، قضايا الانعتاق، قضايا الاستعباد، قضايا المظالم الاجتماعية، قضايا الديمقراطية الحقيقية، انقصات منه كيف اللي الناس المعدل الحوار واللي عدلت انقلبت على نسخته الطبيعية اللي يلقال الرئيس، هذا مملي المعدل في الحوار. احنا ما اننا منفقعين باللي ذا المعدلنا خاسر، مو معدلنا، معدل لا الرئيس ذا المعدل في الحوار عنا نصعنا احنا منه، وخطة مسعود بالخير وندار الحوار المطبات ذا الخاسر فيه معدل، معدل لا للرئيس به اللي تشويه للصورة اللي أعطاه هو للعالم وللوطن وللطبقة السياسية ورجوع فيها وانقلاب على وضعية جيدة مهمة ضرورية لموريتان دارها هو فيها وضعية التهدئة وتوف